من أبرز طلابه رحمه الله الإمام أبو يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق المدني ثم المصري. هذا عالم مدني رحل إلى مصر وعرف بالأزرق، وكان يقول عنه ابن الجزري ثقة محقق ضابط. انظروا إلى هذا التوثيق، ثقة محقق، إذن يروي عن فهم، ضابط يعني ضابط لحروف ورش. أخذ القراءة عن ورش عرضا وسماعا، يعني سمع القرآن من ورش وقرأ القرآن أمام ورش أيضا ختمات. يقول ابن الجزري وهو الذي خلفه في القراءة والإقراء بمصر. إذن بعد أن عاد ورش من المدينة وصار شيخ مصر في القراءة والإقراء وجلس للتعليم، بعد ذلك خلفه تلميذه هذا الذي هو أبو يعقوب الأزرق رحمه الله، وصار من بعد ورش شيخ مصر في القراءة والإقراء. يقول أبو بكر بن سيف وهو من تلاميذ الأزرق، كنت نازلا، يقول نقلا عن الأزرق، يقول الأزرق عن نفسه وهو تلميذ ورش، يقول كنت نازلا مع ورش في الدار فقرأت عليه 20 ختمة من حدر وتحقيق. الحدر هو السرعة في القراءة والتحقيق هو البطء في القراءة. قال فأما التحقيق فكنت أقرأ عليه في الدار التي كنا نسكنها في مسجد عبد الله، أحد مساجد مصر اسمه مسجد عبد الله في زمنهم. كان يجلس في غرفة من غرفه ورش ومعه الأزرق في نفس الغرفة، فقرأ عليه ختمات بالتحقيق يعني بالقراءة البطيئة ذات المدود الطوال. وأما الحدر وهو الإسراع في القراءة فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه بالإسكندرية. إذن ورش لم يكن قارئا ومقرئا فقط، بل كان مرابطا في الإسكندرية، والرباط معناه الجلوس في الثغور، والمقصود بالثغور المدن التي يخشى مجيء العدو من قبلها كالإسكندرية، باعتبار أنها مدينة بحرية ممكن أن يأتي الفرنجة من عن طريق البحر فيحتلوا البلد بالليل، فكان المسلمون يتطوعون أن يجلسوا ويسهروا على حراسة حدود البلد. فورش سهر على حراسة النص القرآني وسهر على حراسة حدود الدولة الإسلامية، كان يرابط في الإسكندرية، وكان أبو يعقوب الأزرق يرابط معه ويقرأ عليه القرآن بالحدر. هؤلاء هم الأئمة العظام الذين نقلوا لنا القرآن العظيم. مات أبو يعقوب الأزرق سنة 40 و200 للهجرة رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير، ومن خلاله وصلتنا رواية ورش، ومن خلال تلميذ آخر لورش هو الأصبهاني سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. إلى أن ألقاكم فيها أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.